فوالا البنات، هذه هي النهايه ديالنا ديال هاد لاصالاد. هذه كتجي زعما رائعه في المذاق، وفي مع هاد لاصوص اللي هو كن اللي وجدته معكم تيتواتى معاها بواحد الشكل اللي هو يعني رائع بحال هكا. يا زعما صراحه تجي خطيره في المذاق وزوينه بزاف. فوالا البنات، كانت هذه هي السلطه ديال لي زونديف مع التفاح مع القرقاع مع هاد لاصوص ديالنا. هذا زعما صراحه فريمون فريمون ان سلطه روعه في المذاق وفي الشكل وفي كل شيء، وديال هاد الجو اللي هو تاع هاد البرد هذا، يعني الانسان يبدل الحويجات مع شويه تاع الدجاج، يحيد عليه الدجاج، يحيد اللحم، يحيد هذاك الشيء تاع الدهون، ويحاول انه ياكل شيء اكل بحال هادو اللي كتكون بالطريقه هذه، يعني خفاف وفي نفس الوقت مهمين للصحه ديالنا، ومهمين باش نريحوا الاستوما ديالنا من هذوك من بزاف تاع الليدام، وكما نقولوا فوالا الواحد يبدل شويه فوالا. وكان هاد كانت هذه هي الفكره انني ندير معكم هاد السلطه هذه اللي هي كتكون خفيفه وزوينه ومنعشه. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم بسلامة عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله، وتهلاو في روسكم. بسلامة عليكم، علي السلام عليكم.